السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف التاسع الأساسي اللي هو ثالث إعدادي أو ثالث متوسط. وصلني سؤال من أحد الطلاب يريد حل تمارين رقم واحد أو تمرين رقم واحد في ثانيا صفحة 140. طبعا الموضوع حل المعادلات من الدرجة الأولى ذات متغيرين معادلتين آنيتين من الدرجة الأولى يعني أس واحد أس واحد أس واحد أس واحد ذات متغيرين يعني ذات مجهولين سين وصاد سين وصاد. طبعا يريد حل تمرين رقم واحد في ثانيا بثلاث طرق، بطريقة المقابلة وطريقة التعويض وطريقة التمثيل البياني. أيضا هناك طريقة الحذف، لكن هو طلب طريقة المقابلة وطريقة التعويض والتمثيل البياني. سنقوم بحل هاتين المعادلتين، معناه إيجاد قيمة لسين وقيمة لصاد بثلاث الطرق، طريقة المقابلة وطريقة التعويض. بدأت بطريقة المقابلة. كيف المقابلة؟ يعني معادلتين من الدرجة الأولى ذات متغيرين، كيف أحلها وكيف أوجد قيمة سين وقيمة صاد بطريقة المقابلة. أول شيء طريقة المقابلة معناها أننا أكتب المعادلتين بدلالة أحد المتغيرين، أحد الرمزين أو أحد المجهولين. يعني هنا كتبتها بدلالة سين وهنا أيضا بدلالة سين، يعني بمعنى أطلع قيمة لسين من هذه المعادلة وأيضا قيمة لسين من المعادلة الثانية. ما دامنا طلعت قيمة سين هنا وقيمة سين هنا أساوي بين المعادلتين، لأنه سين تساوي وسين تساوي، الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيمن، إذا معناه أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيسر. كيف بدأت؟ المعادلة رقم واحد 4 سين زائد 3 صاد يساوي 9، هذه معادلة من الدرجة الأولى ذات متغيرين مجهولين. علشان أطلع قيمة سين من هذه المعادلة أكتب 4 سين، أي شيء مضاف أو مطروح من المعادلة أنقله إلى الجهة الأخرى بإشارة مخالفة. فثلاثة صاد نقلتها إلى الجهة الأخرى بطريقة سالبة، كانت موجبة رجعتها سالبة، إذن تصبح المعادلة 4 سين تساوي 9 ناقص 3 صاد علشان أوجد قيمة سين. أنا أريد قيمة سين فقط، أقول بقسمة الطرفين على 4، قسمت هنا على 4 راحت 4 مع 4 بقي سين تساوي 9 ناقص 3 صاد على 4. ما دام أنا قسمت هنا على 4 اقسم الطرف الأيسر على 4، إذن الآن أوجدت من المعادلة الأولى قيمة لسين، إذا سين تساوي 9 ناقص 3 صاد على 4، هذا من المعادلة الأولى. أجي لعند المعادلة الثانية نفس الطريقة، أطلع قيمة لسين 2 سين تساوي 15 ناقص 5 صاد، نقلت ال 5 صاد إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة كانت موجبة، أصبحت 2 سين تساوي 15 ناقص 5 صاد. أنا أريد قيمة لسين فقط، أقول بقسمة الطرفين على 2، قسمت هنا على 2 راحت ال 2 مع ال 2 بقي سين، وهنا 15 ناقص 5 صاد على الاثنين. إذن الآن أوجدت أنا قيمة لسين من المعادلة الأولى وقيمة لسين أيضا من المعادلة الثانية، أصبح معي سين الطرف الأيمن سين والطرف الأيمن سين من المعادلتين، معنى ذلك أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيسر، أقوم أساوي بين الطرفين، المقابلة اسمه أقابل الطرفين الآخرين. يعني 9 ناقص 3 صاد على 4 يساوي 15 ناقص 5 صاد على 2، أصبحت الآن معادلة من الدرجة الأولى ذات متغير واحد، يعني سين راحت لأن أصبح لها قيمة معينة بدلالة صاد، وهنا سين أيضا بدلالة صاد أصبح لها قيمة. الآن أساويت بين الطرف الأيسر مع الطرف الأيسر، أصبحت معي معادلة، المعادلة هذه فيها يساوي بالوسط، وهنا بسط ومقام بسط ومقام، أضرب وسطين في طرفين، أضرب 2 في 9 ب 18 و2 في سالب 3 بسالب 6 صاد تمام، و4 في 15 ب 60 و4 في سالب 5 بسالب 20، ضرب عادي علشان أخليها أفقية أتخلص من المقامات. ضربت 4 في 15 ب 60 و4 في 5 بسالب 20 و2 في 9 ب 18 و2 في سالب 3 بسالب 6. الآن أنقل الرموز على جنب أو المتغيرات على جنب والأعداد إلى الطرف الأيسر، جمعت هنا سالب 6 صاد نزلت كما هي، نقلت لها 20 صاد بإشارة موجبة لأن كانت سالبة، علشان أجمع ال 20 الصاد مع ال 6 الصاد أطرحها منها، وأيضا ال 60 نقلت إليها 18 اللي بجهة كانت موجبة رجعت سالبة، 60 ناقص 18 باقي 42 و20 ناقص 6 باقي كام 14 صاد، بقسمة الطرفين على 14 حتى أتخلص من ال 14 بقسمة الطرفين على 14، هنا المقسم على 14 يطلع صاد،
هنا المقسم على 14 يطلع كام؟ 3. إذا صاد تساوي 3. أنا الآن أوجدت قيمة صاد تساوي 3. علشان أوجد قيمة سين أعوض بإحدى المعادلتين، هذه أو هذه، بالتعويض في إحدى المعادلتين عن قيمة صاد. صاد اللي طلعت مو قبل 3، مسكت هنا أو مسكت الثانية، 15 ناقص 5 في 3، بدل الصاد كتب 3. إذا 15 ناقص 3 في 5 بكام؟ 15. 15 سالب، 15 ناقص 15 يساوي كم؟ صفر. صفر على 2. أي عدد البسط حقه صفر والمقام حقه مهما كان العدد النتيجة يساوي صفر. إذا س تساوي كم؟ طلعت صفر. إذا س تساوي صفر وصاد تساوي 3. تأكد إنه حلك صح أم خطأ. عوض بدل الس بثلاثة، بدل الس بصفر والصاد بثلاثة. 4 في صفر بصفر، 3 في 3 بكم؟ 9. 0 زائد 9 يساوي كم؟ 9. هنا السين بكم طلعناها؟ صفر. والصاد طلعناها بكم؟ بثلاثة. 2 في صفر صفر، 3 في 5 ب15. 0 زائد 15 يساوي كم؟ 15. هذه اسمها طريقة المقابلة. إذا طريقة المقابلة إن أنا أكتب المعادلتين بدلالة أحد الرمزين، ولنكن مثلا سين في المعادلتين، أترجمها وانقل اللي جنبها إلى الجهة الأخرى بإشارة مخالفة واقسم على معامل سين حتى أوجد قيمة سين للطرفين. طلع هنا قيمة سين بالمعادلة الثانية وقيمة سين للمعادلة الأولى، أساوي بين الطرفين الأيسرين، الطرف الأيسر مع الطرف الأيسر، يطلع لي قيمة لصاد، ومن ثم أعوض بدل إحدى المعادلتين عن قيمة صاد يطلع لي قيمة سين. هذه طريقة المقابلة. باقي معي طريقة التعويض. طريقة التعويض هذه أيضا نفس يعني بطريقة مباشرة سهلة وبسيطة. إيش يعني طريقة التعويض؟ طريقة التعويض أن أنا أكتب إحدى المعادلتين، أختار واحدة من المعادلتين أكتبها بدلالة أحد المتغيرين. مثلا هنا كتبتها بدلالة سين. إذا طريقة التعويض كتبت المعادلة الأولى بدلالة سين، يعني 4 سين تساوي 9 ناقص 3 صاد، نقلت 3 صاد إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة، كتبتها علشان أوجد قيمة سين، وآخذ قيمة السين وعوض في المعادلة الثانية. إذا في اختلاف بسيط جدا. طريقة التعويض أكتب المعادلة بأحد إحدى المعادلتين، إحدى المعادلتين، إما هذه أم هذه، أنا اخترت الأولى بدلالة أحد المتغيرين أو أحد المجهولين، فهنا أوجد قيمة سين من المعادلة الأولى، سين تساوي 9 ناقص 3 صاد على 4. لماذا على 4؟ لأن قسمت الطرفين على 4، طلعت سين تساوي 9 ناقص 3 صاد على 4. إذا أوجد قيمة سين من المعادلة الأولى، أخذ قيمة سين وعوض في صاد في المعادلة الثانية. في المعادلة الثانية أعوض بدل السين، بدل لأن أنا أوجدت قيمة سين أصلا صح، فسين عبارة عن 9 ناقص 3 صاد على 4، أخذ قيمة السين وأعوض في المعادلة الثانية. 2 بدل مكتوب سين كتبت قيمتها 9 ناقص 3 صاد على 4 في يعني زائد 5 صاد يساوي 15. هذه المعادلة الثانية. هنا اختصرت على الاثنين فيها واحد، هنا على الاثنين فيها كم؟ 2. أصبحت 9 ناقص 3 صاد على 2 زائد 5 صاد يساوي 15. وحتى المقام بين الكميتين هذه، لأن هذه مقام ضروري وهذه مقامها واحد، في 2 على 2 من 1، 1 في 9 في 9، 1 في 3 صاد بسالب 3 صاد زائد زائد 2 على 1 ب 2، 2 في 5 بكم؟ ب 10 صاد. وحتى المقام هنا أصبحت 9 ناقص 3 صاد زائد 10 صاد، أجمع الصادات مع بعض والاثنين أضربها في البسط الآخر، ضرب وسطين في طرفين يسمى. أصبحت 9 ناقص 3 صاد زائد 10 صاد يساوي 2 في 15 ب30. جمع الرموز على جنب أو المتغيرات على جنب والأعداد على جنب، 3 صاد بالسالب و10 صاد بالموجب، إشارة الأكبر موجب، إذا 10 ناقص 3 الباقي 7 صاد، والتسعة انقلها إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة، كانت موجبة هنا رجعت هنا سالبة علشان أجمعها أو أطرحها من الثلاثين. إذا 7 صاد يساوي 30 ناقص 9 الباقي 21، بقسمة الطرفين على 7، بقسمة الطرفين على 7، 7 صاد على 7 فيها صاد، 21 على 7 من 3، إذا صاد كم طلعت؟ 3، صاد طلعتها 3. إذا طريقة التعويض أكتب إحدى المعادلتين، إحدى المعادلتين بدلالة أحد الرمزين أو المجهولين، وأخذ قيمة الرمز هذا وأعوض به في المعادلة الثانية. إذا طلع قيمة صاد كم تساوي؟ 3. أنا عندي سين تساوي بدل الصاد هنا عوض بالثلاثة، 3 في 3 بتسعة، 9 ناقص 9 صفر، صفر على 4 من صفر، سين تساوي 9 ناقص 3 صاد، الصاد معروف 3 طلعت، إذا 9 ناقص 3 في 3 بتسعة، 9 ناقص 9 صفر،
صفر على الأربعة، أي عدد بسطه صفر إذا القيمة العدد يساوي كم؟ صفر. أي عدد تقسيمه، أي صفر تقسيمه على أي عدد النتيجة يساوي صفر. إذا س يساوي كم؟ صفر، وص تساوي ثلاثة، نفس الحل السابق. باقي معي الطريقة الثالثة وهي طريقة التمثيل البياني. التمثيل البياني كيف أمثل هذه المعادلتين تمثيلا بيانيا، يعني على الرسم البياني على محور الإحداثيات. طبعا هنا قيمة س وهنا قيمة ص. أخذ المعادلة الأولى وطلع بإحدى قيمة المعادلة بدلالة أحد الرمزين، ولكن س نفس الطريقة السابقة، 4 س يساوي 9 ناقص 3 ص، نقلت 3 ص إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة بقسمة الطرفين على الأربعة حتى يكون قيمة لس. طلع س يساوي 9 ناقص 3 ص على الأربعة، إذا كتبت المعادلة الأولى بدلالة أحد الرمزين، تمام. أصبح معي معادلة من الدرجة الأم. الآن معادلة فيها س لها قيمة، أقوم أسوي جدول، أسوي سين وصاد، أسوي قيم للصاد ولتكن صفر واحد اثنين ثلاثة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة على حسب. لماذا؟ لأن محور الإحداثيات مكون من الأعداد السالبة والأعداد الموجبة. فقمت أعطيت للصاد صفر فرضا، يعطي للصاد صفر، ثلاثة في صفر بصفر، تسعة ناقص صفر بقي تسعة على أربعة، طلع قيمة السين 9 على 4، يعني بمثلها في محور الإحداثيات عندما تكون الصاد بصفر السين تكون ب 9 على 4، 9 على 4 يعني 2 وربع تقريبا، 2 وشوية. إذا النقطة الأولى 9 على 4 عندما تكون السين، الصاد تكون كم؟ صفر. عوض بدل الصاد بواحد من محور الإحداثيات، نبدأ من مركز من نقطة الأصل، أو عوض بالصفر، بعدين بالواحد، بعدين بالاثنين، بعدين بالثلاثة وهكذا. عوض بالواحد، ثلاثة في واحد بثلاثة، تسعة ناقص ثلاثة ستة، ستة على أربعة، تطلع قيمة للسين ستة على أربعة. عندما تكون الصاد بواحد السين تكون ستة على أربعة، إذن النقطة الثانية ستة على أربعة وواحد. عوض باثنين، اثنين في ثلاثة بستة، تسعة ناقص ستة الباقي ثلاثة، ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة. عندما تكون الصاد بصفر، ثلاثة في صفر بكم؟ صفر، تسعة. عندما تكون الصاد بثلاثة، عندما تكون الصاد بثلاثة، ثلاثة ثلاثة بكم؟ تسعة، تسعة ناقص تسعة صفر، صفر على الأربعة من صفر. إذا عوضت بصفر واحد واثنين وثلاثة بدل الصاد، تطلع لي قيمة لسين. هذه القيمة السين وقيمة الصاد أطبقها على محور الإحداثيات أو على التمثيل البياني أو على الرسم البياني، السين والصاد. هذه المعادلة الأولى. أجي عند المعادلة الثانية واكتبها بدلالة أحد الرمزين ولكن سين مثلا، اثنين سين يساوي 15 ناقص 5 ص، 15 ناقص 5 ص، نقلت ال 5 ص الى هنا باشاره سالبه. اذا اصبح معي قيمه للسين بقسمه الطرفين على 2، اذا س يساوي 15 ناقص 5 ص على 2. سوي قيم للصاد ولتكن بالبدايه 0، 5 في 0 بصفر، 15 ناقص 0 باقي 15 على 2، 15 على 2، 15 على 2 يعني بمحور الاحداثيات تساوي 7.5. اذا النقطه الاولى عندما تكون الصاد بصفر الصاد تكون ب 7.5، علشان نطبقها بمحور الإحداثيات. عندما تكون الصاد بواحد، واحد في خمسة بخمسة، وخمستاشر ناقص خمسة الباقي عشرة، عشرة على اثنين من خمسة. إذا عندما تكون الصاد بواحد السين تكون بخمسة، خمستاشر ناقص خمسة الباقي عشرة، عشرة على اثنين من خمسة. عندما تكون الصاد باثنين، اثنين في خمسة بعشرة، خمستاشر ناقص عشرة الباقي خمسة، خمسة على اثنين، خمسة على اثنين يعني اثنين ونص. عندما تكون الصاد بثلاثة، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، 15 ناقص 15 صفر، صفر على الاثنين من صفر. أخذ الجدولين هذه وهذا الجدول وهذا الجدول وأوجدها وأطبقها النقاط هذه على محور الإحداثيات. طبعا المعادلة الأولى كانت تقول عندما تكون الصاد بصفر، الصاد بصفر طبعا هذا المحور الرئيسي، الصاد صفر، السين كانت بتسعة على أربعة، تسعة على أربعة يعني من اثنين وشوي. ها هي عندما كانت الصاد بصفر السين كانت باثنين وربع، اثنين وربع اللي تسعة على أربعة يعني اثنين وربع. عندما كانت السين، إذن هذه أول نقطة. النقطة الثانية عندما كانت الصاد بواحد السين كانت بستة على أربعة، ستة على أربعة يعني واحد ونص، هنا واحد ونص. إذن هذه النقطة الأولى وهذه النقطة، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عندما كانت السين الصاد باثنين، الصاد باثنين السين كانت بثلاثة على أربعة يعني 75%، هنا ثلاثة على أربعة هنا،
إذا أوجدت الآن ثلاث نقاط. النقطة الثالثة عندما كانت الصد بثلاثة، السين كانت بصفر، السين كانت بصفر، طلع لي ثلاث، طلعت لي ثلاثة خطوط أو ثلاث نقاط على استقامة واحدة. أمسك المسطرة وأوصل هذه النقاط. إذا هذا المستقيم هو يمثل المعادلة الأولى. ممكن أكتب المعادلة هنا، هذا المستقيم هذا المستقيم يمثل المعادلة الأولى، مثلته. وأيضا لو قربنا الصاد بأربعة بخمسة بستة بسالب واحد بسالب اثنين بيطلع لي قيم للسين، كلما تعوض للصاد بقيمة تطلع للسين بقيمة. أجي عند المعادلة الثانية، المعادلة الثانية طلع لي طبعا الجدول هذا، عندما كانت الصاد بصفر السين كانت بخمستاشر على اثنين يعني سبعة ونص. أجي عند الصاد بصفر السين كانت بسبعة ونص، هنا سبعة ونص، هذه سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة ونص. إذن النقطة الأولى هنا. النقطة الثانية عندما كانت الصاد بواحد السين كانت بخمسة، عندما كانت الصاد بواحد السين كانت بخمسة، وهذه السين بخمسة، هذا الصاد بواحد والسين بخمسة. عندما كانت الصاد باثنين السين كان خمسة على اثنين من اثنين ونص، إذن اثنين اثنين وهنا اثنين ونص، هذه اثنين وهي ثلاثة، هذه اثنين ونص، هنا النقطة. عندما كانت الصاد بثلاثة السين كانت بكم؟ كم طلعت السين؟ صفر. عندما كانت الصاد بثلاثة السين كانت بصفر، إذن نقطة التقاطع هنا. أمسك المسطرة وأوصل بين النقاط الثلاث حق المعادلة الثانية. شوف النقاط الأربع طبعا. هذا المستقيم الثاني، إذن كل معادلة لها مستقيم على محور الإعداديات، يمثل المحور السيني والمحور الصادي. إذا هذا المستقيم الأول تبع المعادلة الأولى، وهذا المستقيم الثاني تبع المعادلة الثانية، أين تقاطعوا؟ تقاطعوا عند النقطة هنا، صاد تساوي ثلاثة، صاد يساوي ثلاثة، صاد يساوي ثلاثة، هي واحد اثنين ثلاثة، وسين تساوي كم؟ صفر، وسين قيمتها صفر، نقطة التقاطع تمثل صاد يساوي ثلاثة، وسين يساوي صفر، إذا حل المعادلة هذه تمثيل بيانيا بأن الصاد تساوي ثلاثة والسين تساوي صفر، وقد جربنا في البداية بأن قيمة السين كانت صفر والصاد قيمتها كم؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهنا أربعة في صفر صفر، صفر زائد تسعة يساوي تسعة، هنا السين بصفر، اثنين في صفر بصفر، وثلاثة في خمسة بخمسة عشر، خمسة عشر زائد صفر يساوي كم؟ خمسة عشر. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، لا تنسوا مشاركة الفيديو هذا مع زملائكم لتعم الفائدة، وأي سؤال أو استفسار في التعليقات، وأيضا ستجدون في التعليق المثبت هناك فيديوهات لأكثر من 600 فيديو لتمارين الكتاب تقريبا كاملة، وإلى لقاء فيديو آخر بإذن تعالى.